العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين النائين عن الأهل والأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم سادتي. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. فصمتم من الدين الحنيف حبله وعروته الوثقى التي ليس تفصم. وسمته أم الفضل عن أمر عمها، فويل لها من جده يوم تقدم قضى منكم كربا وعاش مروعا. ولا جازع منكم ولا مترحم، فيا لقصير العمر طال لموته على الدين والدنيا البكاء والتألم. لكن لمن البكاء؟ لمن العزاء في هذه الليلة؟ مجروح مجروح قلب أم الحسن وحسين مجروح، تبكي على الأولاد بالحسرات والنوح. وين رايح الليلة فاطمة بروحها؟ تبكي على اللي غربه عن وطن جده، واللي يسموم الطاغية مردت شبده. تقول يا زايرين ابن الجواد اخذون عنده، بنصب عزية بمشهد باللطم والنوح. بعد وين تروح فاطمة؟ قالت بامر على أولادي وبهمي دمعة العين، نوب أقوم ونوب أعثر يا مسلمين، حتى أوصل واحتضن شمامة حسين، وباشم من أحرى وبالدمع بادا والجروح. أجل يا فاطمة إذا وصلتين إلى كربلاء لتطلعين منها المصائب شتى. قالت بلى وبامر على طفل الرضيع وبعتني له،
وبض العلم كسر بهز مهدى وبناغي. وانتو يا الشيعة وياك سيدتي، وانتو يا الشيعة ساعدوني بلنا في نصب العزية بالبكا واللطم والنوح، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي بن خيرة الإماء النوبية الطيبة، هذا الحديث منه صلى الله عليه وآله يشير إلى أن الإمام الجواد سلام الله عليه هو بشارة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فهنا الحديث إشارة إلى أمه، أمه خيزران أو قيل سبيكة أو قيل ذرة. من وين؟ هذه من بلاد النوبة، من قرية تسمى مرسية أو مرسية، قرية من قرى جنوب مصر أو في صعيد مصر، ومنطقة عرف أهلها بالطيب. ولذا النبي صلى الله عليه وآله يقول بأبي بن خيرة الإماء النوبية الطيبة. الحديث عن الإمام الجواد سلام الله عليه هو حديث عن إمام يمثل الإمام المعجزة، طبعا كلهم معاجز ويحملون المعاجز أو المعجزات، لكن لما يطلق بعض العلماء على الإمام الجواد سلام الله عليه بأنه الإمام المعجزة، لأنه الإمام الذي انفتح على واقع وهو لم يزل بعد في سن الصبا أو الصبا 7 سنوات أو 8 سنوات وهو يقود الأمة كإمام، يعني هذا واقع مو أمر هين الواحد يتوقف عنده أن يكون قائد الأمة زعيمها، لم يتعدى عمر 7 أو 8 سنوات. وإن كان في قاموس أهل البيت يختلف، إن أهل بيت يتوارث أصاغرنا عن أكابرنا، النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الحسين عليه السلام يا حسين إن الله يخلق من صلبك 9 أئمة تاسعهم قائمهم كلهم في الفضل والمنزلة عند الله سواء. لكن الواحد يتوقف أحيانا حتى يخاطب واقع ويرد على واقع من خلال علم، طبعا العلم أمر مهم ضروري، وهذا لما نسمي الإمام المعجزة بعلمه المنفتح على الواقع. وبالمناسبة الإنسان بالعلم يحصن نفسه، الإنسان بالعلم يواجه خصمه، الإنسان بالعلم لا يتردد أن يناظر ويحاور ويناقش ويرد ويرد ويجابه من خلال العلم بالعلم. لذلك الإمام سلام الله عليه وسلم الصادق سلام الله عليه يقول اطلبوا العلم، حتى الإنسان هذا سلاح ما ينفد، العلم سلاح لا ينتهي، بل أنه أحيانا يفوق الكثير من العبادات، بل أن العبادات لا تؤدى إلا بالعلم. بعضكم أكثر معرفة، بعضكم أكثر عبادة أو صلاة من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أكثر صياما من بعض، وأعلمكم معرفة. بالمعرفة يعني بالعلم، أو أفضلكم معرفة. فالإمام سلام الله عليه أطلق عليه لقب الإمام المعجزة لأنه انفتح على واقع وهو لم يزل بعد في سن الصبا 7 سنوات، وهذا ينطبق عليه من طبق على يحيى وآتيناه الحكمة صبيا. بل أن هذا العلم لم يكن علم عادي، يعني الإمام من خلال علمه
أدهش العقول، حيرها، أوقفها، استوقف تلك العقول من خلال علمه، يعني العلم الوافر الذي استطاع من خلاله بالأدلة أن يجيب على أعقد المسائل الفقهية والعقائدية والفكرية، وهو لم يزل في هذا السن. هذه واحدة، وكثير المسائل، يعني مو بس قضية يحيى بن أكثم لما إجا وسأل الإمام، ومعروفة القصة وما أريد أن نكررها، أنها ربما تكون أكثر من غيرها، يعني طرح واستعراض وإشارة، ما تقول في محرم قتل صيد، وغيرها من الأسئلة، غيرها من المسائل. يعني حتى تلامذة الإمام بالمناسبة، هذا ربما يكون نوع ما مغيب في مجالسنا، الإمام سلام الله عليه عندما يقارب أو ما يفوق 100 تلميذ من الثقات، مو أي تلميذ، من الثقات، يعني عند محمد أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا إلى نيف و90 مؤلف. تصور هذا واحد من تلامذة الإمام أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تتلمذ على يد الإمام، واستطاع في فترة من الفترات أن يألف ما ينيف على 90 مؤلف. علي بن مهزير الأهوازي له ما يقارب 30 كتاب، وغيره من تلاميذ ممن تتلمذوا على يد الإمام سلام الله عليه. هذا جانب يشير إلى وفرة علم الإمام، هذا عدل المجلس المفتوح للإمام وإقبال التلاميذ عليه، بل العلماء والفقهاء والثقات كانوا يسألون الإمام وكان يجيب وكان يوجه، وكثيرة هي توجيهات الإمام. أحيانا يسأل في القرآن، يعني يدخل عليه رجل يسأل يقول لي ابن رسول الله، الله عز وجل يقسم، والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى، وفي آية أخرى والنجم إذا هوى، وما شابه ذلك أو وشبه هذا. تفتى الإمام سلام الله عليه، قال له إن الله عز وجل له أن يقسم من جميع خلقه، يعني بكل خلقه، وليس لخلقه إلا أن يقسموا به، لا يقسموا إلا به، إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا جانب من إجابة الإمام على بعض الاستفسارات. أيضا الإمام سلام الله عليه في بعض توجيهاته تشير إلى مكاشفة موجودة في الإمام. طبعا هذا مو علم غيب، لا لا، العلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، لكن المكاشفة أحيانا تحدث حتى للمؤمن، حتى الإنسان لما يوصل إلى درجة من الإيمان. وهذا القرآن، هذا القرآن، يا أيها الذين آمنوا، ما خاطب الناس، كل الناس، فئة من الناس خاصة، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الشهيد المطهري رحمة الله عليه يقول يجعل لكم فرقانا، يعني روح شفافة تستطيع أن تميز بين الحق والباطل. وهذا التفرس، اتقوا فراسة المؤمن. التفرس يعني ماذا؟ يعني هذا الإنسان يستطيع أن يقرأ ظاهرك من خلال باطنك. هذا النوع من التفرس درجة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إنسان يحتاج إلى تحصيل علمي وتزكية نفس، كما يقول آية الله بهجة رحمة الله عليه، تحصيل علمي وتزكية نفس، مجاهدة النفس، تزكية النفس، الإنسان يستطيع أن يصل بها إلى أعلى مدارج الكمال والإيمان. والله يقول قد أفلح من زكاها، يعني نماها طهرها. والحديث يطول، نرجع للإمام سلام الله عليه كإمام معجزا فتح على العالم بأكمله من خلال علمه، واستطاع من خلال ذلك العلم أن يجيب على أعقد المسائل الفقهية والشرعية والعقائدية إلى آخره. هذه واحدة. اثنين، علم الإمام لم يكن مجرد علم نظري يسأل فيجيب، لا، علم يشير إلى إمامة، وعلم الإمامة يختلف عن غيره. كيف؟ الإمام سلام الله عليه استطاع من خلال علمه أن يثبت مقام الإمامة. كيف؟ أضرب لك مثال. لما يمر يوم المأمون يطلع من إيران ويجي إلى بغداد، مروا كانت عاصمة دولة بني العباس في إيران، والعاصمة الأخرى بغداد، لما كانت بين الأمين والمأمون. المأمون انتقل، سافر يوم من
مروا إلى بغداد، وموكب المأمون موكب أمير أو حاكم يعني بعد يفسح له الطريق ويبقى الطريق له المجال له واسعة، بعد ما حد يشاغبه بالطريق. مر موكب المأمون وفي الطريق صبي ففروا إلا صبي واحد وقف، هذا نزل وسأل ما منعك أن لا تنصرف معهم؟ ليش ما فريت كما فروا؟ ليش ما هربت كما هربوا؟ فأجابه التفت للإمام سلام الله عليه قال لم يكن بالطريق ضيق فأوسعه عليك بانصراف. الطريق مو ضيق حتى ما يمكن تطوف إلا إذا أنا انصرفت، هذا واحدة. ولم تكن علي جريمة فأخشاك منها، أنا لست مذنب وعلمي بك حسن أنك لا تضر من لا ذنب له. هذا تشير إلى ماذا هالإجابات؟ أولا هذه الإجابة العاقلة المتزنة تشير إلى وعي عميق. شوي التفت حتى لا يكون لبس عند البعض، شلون الإمام يقول علمي بك أنك لا تضر من لا ذنب له؟ لا، الظالم يضر حتى لو أحمى عند ذنب، بل أن أكثر المظلومين المستضعفين من لا ذنب لهم سوى أنهم رفعوا عقيرتهم بأن يطالبوا بحقوق مشروعة لهم. شوف الإمام سلام الله عليه، قلنا أن هذه الإجابة العاقلة المتزنة تشير إلى وعي عميق. الإمام سلام الله عليه يقول أولا الطريق واسع وأنا لست مذنب، والأمر الآخر لما يقول علمي بك أنك لا تضر يقول أنت في مقام حاكم، والحاكم بمثابة أب وأخ للرعية، يعطف يصل يبر يحسن يكون عادلا متزنا في عدله بين الجميع منصف. يقول هكذا يجب أن تكون أنت في هذا المقام، يقول أنت مفترض تكون في هذا المقام، يعني تصرفك فيه اتزان وعقل وإنصاف وعدل، وبالتالي أنا لم أخشى ولم أهرب. هذا واحد. إذن وعي عميق في إجابة الإمام. اثنين، إجابات الإمام سلام الله عليه مع صغر سنه تشير إلى جرأة الخطاب. تتصور واحد في هالسن يجيب حاكم، ومو أي حاكم، حاكم ظالم، يجيبه بهذه الإجابة وهو عمره 7 أو 8 سنوات. إذن هذه تشير إلى أولا وعي عميق، اثنين جرأة الخطاب، ثلاثة صلابة الإرادة، والأمر الآخر وفرة العلم والجرأة والثقة عند الإمام سلام الله عليه. وهذه كانت واضحة في تصرفات الإمام، في سلوك الإمام، في علاقة الإمام. فهذا جانب من حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه الذي يشير إلى وفرة علم الإمام، وأن الإمام هو الإمام المعجزة. الإمام المعجزة كما ذكرنا أولا في علمه، وفرة هذا العلم مع صغر سنه، الجرأة الشجاعة الموجودة عند الإمام. طبعا هذه ظهرت كما أسلفنا أولا مع شيعة الإمام تلاميذته، وأيضا مع أعدائه. المأمون لما زوج الإمام من ابنته أم الفضل مو حب في الإمام، لا، هذه سياسة ظالم، إما ترغيب أو ترهيب. سياسة الظالم هكذا، إما أن يرهب فيخوف فيضطر الطرف الآخر نتيجة هذا الضغط أن يسكت، أو لا يرغب. هذا الترغيب في محاولة للصهر في بوتقة الجهاز الحاكم، هذا الترغيب في محاولة للاحتواء وبالتالي عزل الإمام عن قواعده الشعبية. طبيعي لما يكون الإمام قريب من قصر الحاكم راح يكون بعيد عن القواعد الشعبية أو تحت مرأة ومسمع ورصد للحاكم. لكن الإمام كان أذكى سلام الله عليه، كان أذكى، وبالتالي لم يعجبه الوضع. الإمام طلع، وإلا ليش صارت استشهاد الإمام وين الآن؟ في بغداد، صح له لا؟ الإمام في بغداد صلوات الله وسلامه عليه، يعني تحمل التهجير والبعد في سبيل أن تبقى هذه الرسالة نقية.
المهم نرجع إلى النقطة الثانية، قلنا هذه وفرة العلم أعجب بها حتى أعداء الإمام، ولذلك حاول المأمون أن يقرب الإمام منه كما ذكرنا للأسباب السياسية الآنفة الذكر، حاول يحتوي الإمام. طبعا هنا بني العباس خافوا، قالوا احنا ما صدقنا نخلص من الإمام الرضا سلام الله عليه يجينا ولده، فقالوا له هذا ملك قد ألبسنا إياه الله عز وجل، فنخشى أن ينتقل منا إلى آل أبي طالب. التفت إليهم المأمون قال أما إنكم إن أنصفتم أنفسكم فإنهم أولى بها منكم. هذه واحدة. اثنين قالوا له لكن هذا بعد صبي فقيه، صبي صغير لم يتفقه في دينه، فأمهله حتى يتفقه. التفت إليهم قال أما قولكم بأنه صبي لم يتفقه فامتحنوه، فإن هؤلاء أهل البيت قد زقوا العلم زقا، صغيرهم وكبيرهم في العلم سواء، فامتحنوه. فمعروفة القصة اللي ذكرناها في بيت المجلس، اختاروا يحيى بن أكثم وقال له نعطيك المال الوفير لكن نبغاك تطرح عليه الأسئلة التي تعجزه، تربك الإمام، تجعله يقف عاجزا متلكئا متلعثما. فاختار تلك المسألة التي ذكرناها، ما تقول في محرم قتل صيد؟ وكأن الإمام التفت إليه قال له أنت السؤال لم تكمله، قتله بالليل أم في النهار، عامدا أم جاهلا، مصرا أم نادما، من ذوات الطير أم من غيرها إلى آخرة. الرواية تقول فبان العجز على وجه يحيى. التفت لهم المأمون يقول لهم ألم أخبركم بأن هؤلاء أهل البيت قد زقوا العلم زقا وعلمهم من الله سبحانه وتعالى. فحاول يوجد له مخارج يحيى بن أكثم، قال بعد عندي مسائل. شوف لاحظ ترى إلى زماننا هذا نقطة مهمة، هذه المدرسة تتسم بالرزانة والهدوء، قد تتعرض إلى ما تتعرض إليه من محاولات استفزاز، أحيانا هذا الاستفزاز يجي بطريقة فحص سؤال، وأحيانا بمواقف أخرى، لكن مع هذا تلقى هذه المدرسة مدرسة متزنة بعيدة عن السباب عن الشتم، تنتشر بالإقناع تتمدد بالعلم على مدار السنة، بل على مدار هذا الدهر، مو على مدار السنة، على مدار هذا الدهر. ارجع للتاريخ من أيام أهل البيت إلى يومنا هذا، هذه المدرسة اتسعت رقعة التشيع في جميع بقاع العالم، ليس بلغة النار والحديد ولا بالوقوف إلى جانب السلطة الظالمة، وإنما من خلال مدرسة فكرية تستطيع أن تستوعب، تتسم بالشمولية، تستطيع أن تقنع. هذا من زمان، من زمن أهل البيت إلى زماننا هذا. شوف لما تكون في نقاش مع طرف آخر، والله كثير الأمثلة ولا مكان لحصرها، يمكن الصادف كثير من المواقف، لما تزور بيت الله، لما تزور النبي صلى الله عليه وآله، ها، وتتعثر بهؤلاء واقعا، هؤلاء الملقنين المعلب كلامهم يجيك بكلام بالفعل. احنا وهذه نصيحة من العلماء، من الأجلاء، من الواعين، من الفاهمين، انت لما تكون في محل زيارة وقد تتواجه مع هؤلاء، حاول أن تتسلح بسلاح العلم، بالعلم تستطيع أن تقنع وأن تسكت الطرف الآخر، وحتى لو حاول الطرف الآخر أن يستفزك ببعض الأسئلة. شوف الآن لما تواجه البعض ويقول لك إيه أنتم تشتمون الصحابة، شلون أناقشك وأنت تشتم الصحابة؟ إحنا هذا المشكلة، هاي الخلاف بيننا وبينكم أنكم تشتمون الصحابة. ترى نفس الوضع تماما مع أهل البيت. يحيى بن أكثم لما عجز عن تقديم، عن أن يعجز الإمام سلام الله عليه، قال له عندي أسئلة أريدك تجاوب عليها. قال له تفضل، ما هي؟ قال له ما تقول في هذا الحديث أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، ويريد يحرج الإمام، يبغى يعرف موقف الإمام من بعض الصحابة. التفت للإمام سلام الله عليه قال له ما علمت أن في الجنة كهول، الجنة كلهم شباب، من وين جايب هالحديث؟ لكن هذا الحديث مضاد حتى يسقط حديث قول النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
وقام يسأل عن بعض الصحابة والإمام يجيب حتى أربكه وأعجزه. هذا ديدا أهل البيت. ولذا ترى هذا الأغاض يعني هل جعل الإمام كالشجر الذي اعترض حلق مو بس الظالم الحاكم الظالم حتى مريديه حتى خواصه حتى حواشيه هؤلاء الواشين. وإلا من سبب من أهم أسباب أو يقال أنه رواية من أسباب اغتيال الإمام ما هي؟ علم الإمام سلام الله عليه. أحمد بن أبي دؤاد كان قاضي القضاة أيام المعتصم، جيء برجل قد ارتكب ما يستوجب إقامة الحد عليه، سرق، وكان موجودين الفقهاء والعلماء ومن بينهم علماء البلاط يعني والفقهاء ومن بينهم ابن أبي دؤاد قاضي القضاة وكان موجود الإمام الجواد سلام الله عليه. صاحب ابن أبي دؤاد يقول دخل علي يوم وهو مغموم مهموم، يقول ليتني مت قبل 20 سنة ولا أرى هذا، يقصد الإمام الجواد سلام الله عليه. قال ليش؟ قال لي جيء يوم بسارق قد ارتكب ما يستوجب إقامة الحد عليه، التفت إلينا المعتصم وكان موجود في المجلس فقهاء وعلماء، فسألهم شلون نقيم الحد عليه. واحد قال تقطع يده من المرفق. ليش؟ قال لقوله تعالى وأيديكم من المرافق. أنت ابن أبي دؤاد قال له تقطع من الكرسوع. الكرسوع وين؟ ما يلي الخنصر يعني هالمنطقة. يبين المعتصم ما اقتنع بهذه الإجابة، فالتفت إلى من؟ التفت إلى الإمام الجواد سلام الله عليه. ما تقول يا ابن رسول الله؟ قال لا فني فقد أجاب القوم. قال لا أقسم عليك بالله إلا ما أجبت، دع عنك القوم. قال أما أنك إن أقسمت علي فإن القوم قد أخطأوا السنة، لا من المرفق ولا من الكرسي. من وين؟ قال من أطراف الأصابع. الدليل قال المساجد 7، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين أو القدمين، وهذه لله. الله يقول أن المساجد لله وما كان لله لا يقطع. لما تقطع واحد من هؤلاء المساجد 7 فشلون يصلي؟ يبين المعتصم اقتنع بهذه الإجابة فأخذ بها. هذا أوغر صدر ابن أبي دؤاد. لاحظ أحيانا حتى الظالم لما يغفل هذول ما يخلون، هذول الحواشي هذول الواشين. وفعلا يعني ملاحظ في أزمنة وأمكنة مختلفة تلاحظ كل ما تكون هناك محاولة لهدوء لصلح تجد هذه الأصوات ترتفع، لأن هذا الهدوء ليس في صالحها، هذا يغمسها، هذا يطمرها، هذا ما يبرزها، هذا يبعدها، يجعلها مندرسة مقبورة بعيدة. أنت لما تقرأ ترجع على التاريخ والله الكلام يطول. الشهيد الأول، الشهيد الأول هذا شلون قتل؟ برهان الدين ابن جماعة هذا من علماء التكفير أيام العثمانيين، شاف صيت الشهيد الأول يعلو مو بس بين الشيعة، الشيعة والسنة في دمشق، بين الجميع، محبوب، الكل يدخل عليه، الكل يستقبله، الكل يسلم عليه، الكل يحترم كلمته. هذا أغاضه، ومسألة الحسد هذا أغاضه. راح إلى الحاكم قال له شلون تخلي هذا الرجل؟ قال له شبيه؟ قال له هذا الرجل، شوف شلون، شوف على أي وتر، وتر الطائفة من ذاك الأيام. قال له هذا رجل يدعو إلى النصيرية، نفس الكلام يعني العلويين، يدعو إلى النصيرية ويحلل شرب الخمر. صور يعني. فجيء أبدا بدون أن يسمح له أن يدافع عن نفسه ويرفع تلك التهم. قال أنت متهم بكذا وكذا وكذا، إما أن تتوب أو النتيجة معروفة. قال أنا لم أذنب حتى أتوب، وإلي حق أن أرد هذه التهم. قال لا شوف، وإذا النتيجة يسجن سنة كاملة في قلعة دمشق، ثم يضرب بالسيف يقطع رأسه. يعني هذا الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، ها هذا من صاحب اللمعة الدمشقية المعروف في القرن 7 أو 8 الهجري أو الميلادي عفوا.
يقطع تقطع رقبته يقطع رأسه، أول يسجن سنة كاملة ويضرب بالسيف ثم يصلب ثم ينزل، ينزلون جسمه ويحرق ذلك الجسد حتى يتحول إلى رماد. لا لجريمة سوى هذه الجريمة، جريمة العلم واقعا، جريمة الموالاة لعلي بن أبي طالب، جريمة علم، جريمة علم، حب علي والاقتداء به. هذه المسألة، هذه الخطورة هنا. فهذا أوغر في صدر، أوغر صدره هذا الكلام، أوغر صدر من ابن أبي دؤاد، ما سكن بال ثلاثة أيام. وإذا جاي لوين؟ إلى المعتصم، قال له يا أمير النصيحة، قال له وما النصيحة؟ قال له تذكر قبل ثلاثة أيام جيء برجل السرق واستوجبت هالسرقة ما يقام، ما يقام عليه الحد، استوجبت إقامة الحد. قال له بلى. قال له تركت رأي هؤلاء، شوف شوف، قال له تركت رأي هؤلاء الفقهاء والعلماء وأخذت برأي شطر من الأمة تقول بإمامته، يعني ينافسك، هذا ينافسك في الحكم. الرواية تقول فكأنما كان في غفلة فأفاق، المعتصم يقول كأن في غفلة فأفاق، فاستدعى الإمام سلام الله عليه فدعاه إلى وليمة، قيل أكل الإمام من تلك الوليمة فأحس بحرارة السم في جسده من تلك الوليمة أو ذلك الطعام. وفي رواية أخرى لا، أن الإمام سلام الله عليه سبب وفاته واستشهاده هي زوجة أم الفضل، أو غر صدرها من أعاز إليها أو عز إليها عمها المعتصم، لأن المعتصم أخو المأمون، أو عز إليها وإلى أخيها جعفر بن المأمون بأن يعمل على دس السم إلى الإمام سلام الله عليه حتى يتخلص من الإمام، يصف الإمام سلام الله عليه. وبالفعل قدمت له عنب، وكان هذا العنب مدسوس فيه سم، فلما أكل الإمام من ذلك العنب أحس بحرارة السم تسري في جسده. وترى شوف الله عز وجل ينتقم من الظالم، هذا حديث عندنا عاجلا وآجلا، دعوة الإمام عليها يقولها فعلتيها والله ليضربنك الله بفقر لا ينجبر وبلاء لا ينستر. وبالفعل كانت الاستجابة من الإمام سلام الله عليه، من الله لدعاء الإمام، ابتليت بمرض وقامت تسترفد تستعطي تطرق بيوت الناس، بنت المأمون، حتى تسترفد تجمع المال لعلاجها. شوف الله عز وجل يمهل ولا يهمل، إن ربك لبالمرصاد. ها؟ لكن مشكلة الإنسان طبيعي، وخلق الإنسان عجولا، الإنسان مخلوق من عجل، الإنسان مخلوق ضعيف. الله عز وجل يقول لأنتقمن، المظلوم يعني لأنتقمن له ولو بعد حين، وإني لن أدع ظلامتهم وإن كانوا كفارا. لما يكون هذا المظلوم مؤمن مضطهد مستضعف موالي محب بلا جريمة بلا ذنب، شلون لما يكون المظلوم إمام من أئمة أهل البيت؟ وإذا الله عز وجل يستجيب، ها، بعد أن دست السم إلى الإمام سلام الله عليه فأبقته على فراش المرض يجود بنفسه. والإمام الآن مشهد روضة من رياض الجنة، رزقنا الله وإياكم الوصول. لكن في الواقع كان في غربة، لما الإمام اعتل وبقى على فراش مرضه كان في غربة، لأن بعيد عن وطنه، بعيد عن أهله، بعيد عن عشيرته، ليس هناك من يطببه ولا يداوي. لذا تذكر أحبابنا لما يمرضوهم بعيدين عن أهلهم، ها، شلون القلب، قلب الأم، قلب الأب يحترق على هذا الابن. ونسأل من الله بحق هذه الليلة أن يفرج لنا عن كل كرب وغم وهم، يا الله، بحق هذا الغريب، الغريب المبتلى، الغريب
ايديك على مولاك ويلي عليه الغريب المسجى على فراش مرض. أسألك لكن شلون مسجى هكذا الإمام مضجع؟ لا، يرفع فخذان ويضع أخرى من حرارة ذلك السوم. الإمام الهادي عند رأس والده كلما ألم به المرض أخذ ذلك الرأس وضعه في حجره. الإمام يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، ينظر إلى أهله مودعا في أمان الله في دعة الله برويحته. يلا ويا إمامك هاد برواحتا شافا يجود ومحد ويا نوب يجرونا ونوب يلزم حشاه فوقه تعفر يا خلق والزايد بشاه. وين راح الإمام الهادي؟ وصد للمدينة ينتخي بالهاشمي. كأنه يقول لها وينك يا فاطمة؟ وينك عن هالغريب؟ وينك عن أبويا؟ وصد للمدينة ينتخي بالهاشمي ونادى دقوم يا بني هاشم بهمة شوفوا أبويا شلون يتلظى بسمه وكبده افتتت ويل عليه والجسد يقطر بدمه وقلبه من السم والعطش من شطر نصه. ما تحمل الإمام نواعي ابنه بس ما سمع طواح أبو الهادي ونينة. يقول له ليش تبكي يا أبني؟ وقال له قال من بقالك بالمدينة ما حد موجود ما شفت وجه سويت بني العباس بينا كم دفنا ومن عزوتك شبان حي. قال لي يعني ما ابكي ابويا؟ قال له لا تبكي لا تبكي حبيبي تعور قلبي ببكاك. اذا وين ابكي؟ قال له بوصيك لا تبكي علي يا ضي العين لكن يا نور العين. اسمع اسمع وين راح مولاك. لكن يا نور العين عليك بما تمحسن ذاك الغريب ما حصل غسلين وتكفي. يقول له ما تبعطش الماي مهرم ما الزكية. قال له حبيبي يعني ما ابكي عليك ليش؟ انت ابويا واشوفك مسموم. قال له صحيح انا مسموم لكن اذا الم بي المرض وش تسوي بني؟ مو تاخذ راسي وتخليه بحجرك؟ مو تمسح على 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 قلبي على كبدي؟ قال له بلى. قال له وانا على فراشي وفوق وسات خدي وانت عند راسي ولازم فوق كبدي. الله الله وين يريد يوصل الإمام؟ لكن من اللي لازم كبد حسين جدي ومن غرهم مياه
ومن غمض عيونه قال له أبويا تبكي على الحسين وانت ما شفته ولا نظرت إليه، الله يساعد اللي شافه. قال له يا أبويا بالبكى عمره قضيته وفت الحزن قلبك وجدك ما نسيته، وش حال قلبك لا على الغبرة رأيته. الله يعين الشاهد واسمع ونين. الله الله. قال له أبويا أنت ما شف جدك بس سمعت بالمصيبة وهذا حالك. الله 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 على عمتي زينة. يقول لعمتي مو سمعت، لا سمعت وشافت. وينه؟ قال لما صعدت على التل الزينبي اسمعها ابويا سمعت يا وين وتقربت لقيت الولي متوسد ايده لقيت الفوت سيعمي جرح بي اشياء الدنيا جرح يا جرح خلي. واذا الحسين يجاوبها يقول هيك الجرح بعضا يعوفي يعوفي بس جرح قلبي يختي داوي. يقول له هذا عمتي يا ابويا. يقول نزلت الى ابويا الى الحسين نظرت اليه ها؟ يقول انت الان رأسي في حجرك لكن جدي الحسين لا بقى ما حد وياه. يقول انا باكر لما تشيع جنازتي موجود وراها الخلق لولا اسمع اسمع حام. يقول لو من دفنه داره وبالعز عليه بس حسين ما واحد وصل اي والله بس حسين ما واحد وصل له ثلاث ايام مرمي بغير دفايان. يلا بيت الدعاء خلنا نعرج على فاطمة نعزيها نقول لها زهراء هل وصلك خبر هذا الغريب هذا المسموم؟ قالت بلى يا مسمومي ويا مذبوحي عليكم لا يجذب الون أني متمار مرمن سنين شيم فجعه فجعني البين وأعظم فجعتي بحسين وعليكم لا يجذب الون نسيت الضلع يا ولادي وصياط على ازنادي ومحسن مهجتي فادي وعليكم لا يجذب الون من جانب اهل دمعي لابويا لو كسر ضلعي لو اولادي لهم منعي وعليكم لا يجذب الون كل المصائب لو فكرت هينة إلا مصيبتنا في سيد الشهداء. يا الله إلهي نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه تقبل عزاءنا اشف مرضانا داوي جرحانا ومصابينا فك أسرانا وسجناءنا ارحم شهداءنا. إلهي غير سوء حالنا بحسن حالك. جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم. المؤسسون تقبل اللهم أعمالهم. إلى أرواح الشهداء السعداء ومن مات على الإيمان نهدي الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.